في مناسبة التأييد من المرشح الرئاسي للحزب، فقامت موسى بيحي عبدي لفترة رئاسية ثانية. في كلمة العدد من المسؤولين بحزب كلمية الحاكم، أعلنوا من خلال حديثهم عن تأييدهم التام للمرشح الرئاسي للحزب فخامة موسى بيحي عبدي للفترة الرئاسية الثانية، وذلك لاستكمال مسيرة التطوير والازدهار في كافة الأصعدة والمجالات، كما أشادوا بالإنجازات التي حققها فخامة موسى بيحي عبدي خلال فترة رئاسته الماضية والمشاريع التطويرية التي نفذت بكافة أقاليم ومقاطعات الوطن، وحتى مواطني صومالا بالتصويت لحزب كلمية الحاكم في الفترة الرئاسية.